والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. لما تدعو ربنا استعيذ من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: أريت الجنة في رؤيا، قال: فتناولت منها عنقودا، يعني دار يصير كده، قال: لو أصبته، لو أنا شلته، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، تأكلوا منه ليوم القيامة. قال: وأريت النار فلم أرى منظرا قط أفظع، ما في منظر أسوأ من جهنم، إنها كالغار. القار يعني الكهف، مظلمة ومقفولة، وعليها خطاطيف وكلاليب، والصراط فوق منا، والناس ماشيين على الصراط، وجهنم عندها حديد بجر الناس جوا، والبخش جوا جهنم دار يطلعوا منا، لهم مقامع من حديد بترجعهم تاني جوا. قال: ما رأيت منظرا قط أفظع من جهنم. عشان كده المؤمن بقول: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ليه؟ إن عذابها كان غراما. غرامة يعني شو؟ ملصق على الجسم. هسه مش بقول لك الفنانين وبتاعنا النسوان وكده، بقول لك الغرام. وما الغرام؟ ويغنوا في الغرام. الغرام ده شنو؟ ده الحب الملصق في القلب، ملصق فيه شديد. إن عذاب جهنم ده مش بعيد منك، لا، ملصق على الجسم، كان غرامة ملازم. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ده مستقر سيء جدا، ما في زول بيقدر عليه. تعرف جهنم دي لو دخل الإنسان لحظة واحدة والعياذ بالله، يخش في جهنم ويمرق منها، يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ ويؤتى بأنعم أهل الدنيا. زول مرتاح في الدنيا زمان، ما شاف شقاوة، ولا أكل الأكل التعبان، ولا طعمية سوت له صهب، ولا شط آزته، بياكل أكل راغي وساكن في محل راغية ومرتاح، الدنيا دي ما شاف فيها شقاوة كله كله. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحد بس كده ويمرق. ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ قبل كده شفت راحة؟ مكيف لاقاك شفت راحة قبل كده؟ يقول: ما رأيت نعيما قط، كله لحظة واحدة. عشان كده قالوا: إنها ساءت مستقرا ومقاما. وبعد ذاك ربنا قال عنهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. دي فيها تفصيل كثير، لعلنا نعود إليها في الجمعة القادمة إن مد الله تعالى في الآجال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل.